بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا الف الف مبروك لكل جمهور توتنهام وتثبيت على اقاله جوزيه مورينيو رسميا من تدريب الفريق، وده بعد الانباء اللي ربطت ما بين توتنهام والسوبر الاوروبي. هتقول لي طب ايه علاقه اقاله مورينيو والسوبر الاوروبي؟ يقول لك ما لهمش علاقه، مورينيو كان خلاص ما عندوش اي حاجه جديده يقدمها، وده اللي قلته في الفيديو الاخير في الكلام على مباراه توتنهام وتثبيت. وقلت والله يا جماعه جوزيه مورينيو الموضوع بالنسبه له واضح ان هو ما عندوش اي حاجه ممكن تضيفها للفريق. حبيت او كرهت للاسف مورينيو قطر كرة القدم، فاتوا بفترة طويلة جدا، وهو عبال ما يفكر يرجع هيلاقي خلاص المحطات بقت مليانة وملوش أي مكان يركب أي قطار جديد يلحق التواصل مع كرة القدم حاليا. بس احنا جايين نتكلم على دوري السوبر الأوروبي. ايه بقى دوري السوبر الأوروبي ده؟ حلم تقدر تقول كده انه طماع شوية من فلورنتينو بيريز. قال لك ما نلم فلوس للأندية أكتر ما نلم للويفا، الويفا هو اللي بياخد الأموال العائدة من دوري أبطال أوروبا. الراجل قال لك نصبر شويه لحد ما نلاقي وقت من الاوقات نطلع بالبطوله، لان احنا كده كده بنفكر فيها. الراجل بيحلم بقاله 20 سنه ان هو يعمل بطوله مكونه من 18 نادي، اقوى 18 نادي في العالم، ويعمل نظام دوري ذهاب واياب، وكمان يعمل نظام هبوط في فرقتين بيهبطوا في اخر الجدول واتنين بيطلعوا مكانهم. ده اللي كان بيحلم بيه بيريز. بس الواقع بيريز لقى 12 فريق، لقى 11 فريق غير ريال قال له احنا معاك. لقى تشيلسي، لقى توتنهام، لقى كمان ليفربول، لقى سيتي، لقى ارسنال، ولقى كمان من ايطاليا يوفنتوس وانتر وميلان. وبيبص حواليه كده لقى حد جاي من بعيد قال له ما تاخدنا معاك يا عم الحاج. مين ده؟ مانشستر يونايتد زعيم الانديه في اوروبا. الله، ده انت كده بقى قوه صحته. ريال مدريد وكمان معاه مانشستر يونايتد وكمان معاهم انييلي. يا سلام، انت كده الموضوع بالنسبه لك بقى جيد جدا. برشلونه قالت لك يا عم الحاج انا عليا برضو اموال والدنيا بالنسبه لي مش حلوه، خدني معاك يا جماعه. واتلتيكو مدريد قال لك والله يا جماعه احنا موافقين على اي حاجه ممكن تعملوها. طب كده انجلترا وفيها 6 انديه، وايطاليا فيها 3 انديه، وكمان اسبانيا فيها 3 انديه. طب فين بقى الالمان؟ ما هو ده المقلب اللي فلورنتينو بيريز ما كانش عامل حسابه. فلورنتينو بيريز كان فاهم ان الجماعه بايرن ميونخ اول ما يعلن عن بطوله زي دي هيقولوا له قشطه احنا معاك، احنا راكبين معاك في اي حاجه، وكمان هيلاقي بروسيا دورتموند احنا معاك. انما هو اتصدم من موقف الالمان. طب مستر ناصر الخليفي، الخليفي لحد دلوقتي باريس ما اعلنش ان هو هيشارك، بس ما بين فتره والتانيه بيتم اعلان ان في انديه فرنسيه ممكن تنضم لدوري السوبر الاوروبي. هتقول لي ده جشع ودول بيبوظوا الكوره؟ هقول لك ما هو الويفا كان عايز ان هو يزود عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال اوروبا من 32 ل 36 علشان خاطر يزود المباريات، علشان خاطر يزود الاموال. بيريز قال لك اموال باموال، طب ما نعمل احنا بطوله كده على الضيق والفلوس اللي هتخش كلها تخش للانديه، عوائد بس بقى ارباح اي حاجه كلها تخش لل 12 نادي اللي موجود معانا دول. ها بايرن هتلحقوا تخش معانا ولا الفلوس هتتوزع قبل انتوا ما تيجوا؟ وهتيجوا انتوا نكون خلاص عملنا النظام الجديد؟ ما هو دايما كده الناس اللي بتخش متاخر ما بتاخدش فلوس كتير. فايه يا اوليفر عدناي ليه انت لسه ماسك النادي؟ يلا عم اوليفر خد قرار تاريخي في تاريخ بايرن ميونخ ان انتوا هتخشوا معانا هنا في السوبر الاوروبي. هتقول لي طب وده ايه المشكله ما يخش في السوبر الاوروبي؟ ما هي المشكله بقى ان اوليفر دلوقتي قررت ان هي تعاند، اللي هو يا جماعه انتوا كده حرفيا هتعملوا بطوله موازيه لدوري ابطال اوروبا، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه. تقدروا توقفونا؟ هننسحب احنا من الرابطه الاوروبيه بتاعتكم. وبدات باستقاله انيلي، بعديها استقاله ادوود، بعديها الكلام على استقاله برشلونه، واستقاله كمان اتلتيكو مدريد، واستقاله بريز، واستقاله كمان يونايتد. يونايتد ما احنا قلناها ادوود، ليفربول وسيتي وتوتنهام وارسنال. قال لك احنا بصوا احنا جايبين ارسنال عشان خاطر العلاقه، وجايبين مين عشان خاطر العلاقه، وجايبين انتر عشان خاطر من الانديه الكبار في اوروبا في ايطاليا، وجايبين كمان يوفي عشان هو كبير ايطاليا. يا جماعه احنا جايبين كل البطوله عندنا. هتقول لي ده فكر استثماري بحت وفكر نوعا ما في سوء للمعامله بتاع الانديه اللي بيريز بيبص على ان هي مش كبيره ما تستاهلش تلعب معاهم بطوله؟ هقول لك ما الاتحاد الاوروبي للامانه بيفكر ان هو عايز يزود من هنا ومن هنا ومن هنا عشان خاطر يكتر الفرقه، علشان خاطر يلم فلوس برضه. يعني اذا كان بريز وال11 نادي اللي معاها جشعين، فالاتحاد الاوروبي كله جشع اساسا، والفيفا كده كده جشعه. الفيفا قالت لك ان احنا اي حد هيلعب في البطوله دي هنجمده ومش هيلعب تاني في كاس العالم ومش هيظبط. اتظبطوا كده بقرشين؟ قال لك بصوا يا جماعه ما نجيب الاتحاد الاوروبي ونقعد مع بعض كده ونظبط وتتفقوا على جدول محترم كده، اللي هو الله عامل زي مجلس الشعب عندنا ايام مبارك، اللي هو لا بيهش ولا بينش، والمهم ان هم ما لهمش اي حاجه خالص. ودلوقتي بقى الامر امر واقع، بيريز وال11 نادي اللي معاه بيفرضوا الامر بالقوه على الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي دلوقتي بيغني ظلموه بعد كل الاستقالات اللي عماله تحصل دي. هتقول لي هل هيرضخ الاتحاد الاوروبي؟ هقول لك الف الف مبروك على استقاله جوزيه مورينيو او اقاله مورينيو من توتنهام وتسبير. عارف ان الفيديو طويل بالنسبه لك، بس الفكره كلها لخصتها لك. كله بيدور على الاموال يا عزيزي. اذا كان
ال 11 نادي من اللي مع بريز جشعين في الاتحاد الاوروبي اكشع منهم يا عزيزي، كلهم عالم جشعه، وفي الاخر المضرور الاول والاخير هو المشاهد، لان البطولات كده هتبقى دمها تقيله. تقول لي 12 نادي كبار هيلعبوا في مجموعه بتضم 10 فرق، اللي هو يا عمي طب ازاي؟ طب هم اساسا لسه 11 نادي، يعني هم لسه 12 نادي هيعملوا مجموعه. عشان كده لو اتكلمت على نظام بطوله دلوقتي هتبقى انت راجل بتهبط، لان البطوله دلوقتي ملهاش اي ملامح سوى ان في ناس هتتمرد على الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي مش عارف هيوصلهم ازاي. طولت انا عليك، بس معلش انزل اعمل لايك او اعمل سبسكرايب لو الفيديو عجبك، او اعمل ديسلايك لو ما عجبكش.